في كنساس قانون المرور بينص على ان اي سرعه غير ضروريه تسبب يعني وانت ماشي كده لو عملت سرعه كبيره وبعدين اضطريت تفرمل فرمله عاليه انت ارتكبت جريمه. احنا بقى عندنا في مصر بنعمل حاجه اسمها ايه؟ خمسات بيسموها خمسات وبيعمل حاجه اسمها ايه بره بيسموها في السعوديه والدول العربيه تفحيط او تفحيط يعني نشوف قوه العربيه في انها تطلع بسرعه وتعمل الامريكاني زي ما بيقولوا. على فكره المفروض اللي بيعمل كده يتعاقب بالسجن.